بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في لقائنا رقم 29 من سلسلة مفاهيم رياضيات أساسية للمرحلة الابتدائية. ولقائنا من خلال الجزء الثالث مع الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية والأشكال ثلاثية الأبعاد والمستوى الأحداثي. لقائنا النهاردة من خلال المفهوم رقم 29 بعنوان جمع وطرح الأعداد الكسرية متحدة المقام. إذن إحنا هنجمع ونطرح أعداد كسرية متحدة في المقام. لاحظ حاجة، إن لما تكون لما يكون المقام متوحد، يعني تبقى النوع واحد، يعني من السهل عليا ان انا اجمعه او اطرحه. يعني هنا اخماس، النوعية بتاعتي اخماس، وهنا النوعية اخماس، لكن لو في اختلاف بينهم هيحصل اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، ان احنا نوحد المقامات عشان يبقى النوع بتاعهم واحد. طب انا دلوقتي لو عايز اجمع اعداد كسرية متحدة في المقام زي 4 و3 أخماس مع 2 و5، عشان أجمعها بعمل إيه؟ سهل جدا إن أنا بمجرد ما بصلها كده بالنظر أجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح، يبقى 4 و2 يبقوا 6، وفي نفس الوقت عندي 3 أخماس و5 يبقى 4 أخماس، يعني الناتج بتاعي يطلع لي 6 و4 أخماس. لكن في اسلوب اخر ان انا اتعامل معها، من خلال ان انا اخلي العدد الكسري بتاعي، العدد الكسري ده اخليه عبارة عن كسر غير حقيقي. يعني ايه كسر غير حقيقي؟ يعني بسطه اكبر من مقامه، ده معنى الكسر الغير حقيقي، يعني اكبر من الواحد الصحيح. بمعنى ان انا اقول انا عندي ايه هنا؟ عندي 4 صحيح وعندي 3 اخماس. طب هو الواحد الصحيح في كام خمس؟ في 5 اخماس. طب الاربعه دول يبقى فيهم كام خمس؟ يبقى فيهم 20 خمس، مش كده؟ وعندي 3 يبقوا 23 خمس. دي المعنى بتاعها اللي بنتعامل معاه، لكن احنا ممكن نجيبها بالطريقة السهلة، ان انا اضرب 4 في 5 ب20 وعليهم 3 يضافوا عليهم يدوني 23 على 5. اذا الاولانية بتاعتي، العدد الكسري الاولاني ده عبارة عن 4 و3 اخماس، انا خليته في صورة كسر غير حقيقي بضرب 4 في 5 ب20 واضيف عليهم 3 يبقوا 23 خمس، يعني 23 على 5. وبعدين علامة الزائد، وبعدين اتعامل برضو بنفس الكلام مع العدد الكسري الثاني اللي هو 2 و5. الواحد في 5 اخماس يبقوا الاثنين فيهم 10 اخماس، وانا عندي هنا 5 يبقى 11 خمس، وبالتالي بكتبها 11 خمس، اللي هي بتيجي بالضرب على طول، 2 في 5 ب10 و1 يبقوا 11. 11 ايه؟ 11 خمس، يعني الثانية دي بقت بالشكل ده. اذا انا بدل ما بجمع 4 و3 اخماس زائد 2 و5 بقيت اجمع 23 خمس، خليت النوعية كلها اخماس وعندي هنا 11 خمس. لما اجمع 23 خمس و11 خمس بيدوني 34 خمس. 34 خمس فيهم كام واحد صحيح؟ عشان تعرف فيهم كام واحد صحيح اقسم، يعني اقسم البسط على المقام، قول 34 على 5 فيها كام؟ طبعا 5 في 6 ب30 ويفضل 4، اذا فيها 6، اكتب 6 صحيح اللي هم ب30 خمس، لكن دول 34 خمس، وبالتالي يبقى فاضل 4 اخماس. اذا الاجابة بتاعت 34 خمس هي 6 و4 اخماس. جت منين الستة؟ جت من ان انا عارف ان كل واحد صحيح في 5 اخماس، ودول 34 خمس هيطلعوا لي 6 صحاح وعليهم 4 اخماس. دي الطريقة اللي بنشتغل بيها في عملية الجمع او الطرح، ودي يمكن يعني بيبقى فيها فكر شوية، لكن انت ممكن في عملية الجمع بالذات طالما ان المقامات متوحدة يبقى ان انت تقدر تجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح، 4 و2 يدوني 6 على طول، و3 اخماس و5 4 اخماس. لكن يعني دي افضل عشان خاطر لما يقابلني مسألة طرح زي كده، مثلا انا عندي 75 عايز اشيل منها 2 و3 اسباع، خد بالك معايا، انت هتشيل الخمسة تشيل منها 2 ماشي، هيفضل 3، لكن هنا هل هينفع تشيل
من السبعين ثلاث أسباع، لا مش هينفع. وبالتالي يبقى أفضل لك إنك تخليها في صورة كسر غير حقيقي زي ما عملنا هنا. إذن القصة بتاعت إنك تخلي العدد الكسري في صورة كسر غير حقيقي بتبقى مهمة جدا، وتنفع لو أنت تعاملت معاها مع طرح الكسر الأول ده أصغر من الكسر التاني. فبتقول الخمسة فيها كام سبع؟ فيها 35 سبع، وانا عندي هنا سبعين يبقوا 37 سبع، اللي هي 5 في 7 ب 35 و2 يبقوا 37 على المقام بتاعي 7. انقص منهم نفس الكلام، اخلي ده كسر غير حقيقي، 2 في 7 ب 14 و3 يبقوا 17 سبع، يعني اخليها 17 على 7. واضح كده ان ما قابلتنيش مشكلة الصغير اشيل منه كبير، لان انت هنا بتشيل من 37 سبع اللي عندي بتشيل منهم 17 سبع، بيفضل لك 20 سبع عشان تعرف فيهم كم واحد صحيح. بتقول ال20 فيها كم؟ 7 فيها 2 ب 14، ويفضل لي قد ايه من ال20؟ هم 14 سبع، ودول 20 سبع، يبقى يفضل لي 6 اسباع، اكتب 6 اسباع. اظن كده وضحت معانا عمليه الجمع وعمليه الطرح. تعال نشوف امثله عشان تفيدنا برضو في الجزئيه بتاعه المفهوم بتاعنا ده. نبتدي اول حاجه عندي، اذا كان الواحد وخمس اتساع زائد الكي بتساوي 3 و7 أجزاء، فإن قيمة الكي دي أجيبها إزاي؟ أنا هنا في جزء بضيفه على جزء بيديني الناتج اللي هو الكل. إذن الكل معلوم عندي والجزء معلوم، وعايز الجزء التاني، وبالتالي بشيل من من الكل اللي هو ده، بشيل منه الجزء اللي هنا، بيطلع الكي بتاعتي زي بالظبط 5 زائد كام بتساوي 7، بتشيل من 7 5 يفضل لك 2. اهي نفس الفكر بتاعي هنا، انا عايز اجيب الكي، اطرح 3 و7 أجزاء ناقص 1 و5 أجزاء بالشكل ده، 3 و7 أجزاء اللي هي الكل، اشيل منها الجزء المعلوم اللي هي 1 و5 أجزاء، يديني الناتج لما اشيل من 3 1 تجيب لي 2، واشيل من 7 5 تجيب لي 2، والمقام بتاعي 9 أجزاء. يعني اذا اتحلت المسألة، وممكن تعملها زي ما قلنا هنا في صورة كسر غير حقيقي، وتبدأ تطرح وبعدين تحول في الاخر بالشكل اللي عملناه هنا ده. طيب تعال نشوف مسألة تانية برضو ونشوف فكرها ايه. بيقول لي 8 على 7 بتساوي كام نقط، بس انا عايزها في صورة عدد كسري، بعمل ايه فيها؟ اقراها كده، 8 على 3. طب 8 على 3 دي لو انا كتبتها مش ممكن تكتبها لي بسط ومقام 8 على 3؟ 8 بدل ما هي 8 على اللي هي علامة العلى 3، لا اخليها 8 على 3. معناها ايه؟ معناها 8 أتلات. طب انا عايز اخليها في صورة عدد كسري، اعمل ايه؟ هي الاول الثمان أتلات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 صحيح ب3 أتلات و1 صحيح ب3 أتلات، بقوا كده 6 أتلات، وفضل لي 2 يبقوا 7، يبقوا ال8 أتلات بتوعي، ده بواحد وده بواحد وده 2 زي ما هو، اذا دول ب2 وعليهم ال3 يدوني 2 و3. اللي انت ممكن تحسبها على طول من غير ما تجيب دي، بس انا حبيت اجيبها لك بالتفصيل عشان تبقى فاهمها ازاي جت. نيجي نقول 8 أتلات عبارة عن 8 على 3، فيها الاثنين ب6، ويفضل لي 2 من ال8 يعني 3، يبقى 2 و3. اشوف اجابتي الاقيها رقم ب، تبقى هي الاجابه واكتبها في النقط بتاعتي. طب تعال نشوف مساله ثالثه بتقول ايه. بتقول يحصد احمد محصول القطن، يمكنه ان هو يحصد 42 كيلو جرام من محصول القطن في ساعه واحده. خلاص، إذا كان بيخطط للعمل هيشتغل لمدة 2.5 ساعة، يا ترى كمية المحصول اللي هيحصدها قد إيه؟ نحكي الحكاية حدوتة لنفسنا، إن أحمد عنده محصول قطن، لما بيبدأ يحصد وتعدي ساعة يلاقي نفسه حصد 2.25 كيلو. تمام كده؟ كلام جميل. طب إحنا عايزين ده في ساعة واحدة، طب إحنا عايزين نشغله
ساعتين، او هو عايز يشتغل ساعتين ونص. عايزين نعرف المحصول اللي هيحصده قد ايه. يبقى عشان نجيب كمية محصول القطن اللي يمكن ان يحصدها، اقول ايه؟ اقول انا عندي ساعتين ونص، اول ساعة فيها 2.25 كيلو، وتاني ساعة فيها 2.25 كيلو، وتالت ساعة فيها، مش تالت ساعة بقى، النص ساعة اللي فاضلة هيبقى فيها نص ده، يعني 1.25، مش كده؟ اذا انا اجمع، خدوا بالكم، ال2.25 للساعة الاولانية، وال2.25 للساعة التانية، والنص بنص ال2.25، نص الاتنين 1.25 ربع. يبقى بقى عندي بالشكل ده عبارة عن 2 + 2 + 1 تديني 5، والبسط بتاعي 2 + 2 + 1 تديني 5، ومقامي متوحد ارباع، اكتب 4، طلعت لي كام؟ 5 5/4. 5 5/4 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4/4 وفاضل ربع، لان دول 5/4. يبقى الواحد الصحيح اللي هو ب4/4 ده اضيفه على 5 بقوا 6، وفاضل لي عليهم ربع، لان دول 5/4، تبقى تطلع لي 6.25. دي طريقة اشتغلنا بيها. في طريقة تانية، بس احنا عشان لسه ما خدناش، ان انا بضرب ال2.25 دي في 2.5، لكن لسه ما تكلمناش في الضرب، فعشان كده عملناها بطريقة الجمع زي ما قلنا. ممكن تفكر في ان انت تخلي ده عبارة عن عدد كسري، 2 × 4 = 8، واتنين يبقى 10 على 4، وده 10 على 4، وده عبارة عن 5 على 4 يديني 25 على 4 تديني 6 ب24، ويفضل لي 1، يعني ربع، 1 على 4. تمام كده حبايبي، ده كان كده ملخص مفهومنا بأفكاره بتمارين عليه. أرجو أن أنتوا تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش حبايبي يعني تعليقاتكم الجميلة اللي بتعجبني، بالإضافة لاستفساراتكم إذا كان في أي استفسار، وإعجابكم على الفيديو ده. طبعا كل دول بيوصلوا الفيديو لزمايلكم اللي محتاجين أن هم يسمعوه. ما تنسوش رابط قناتي للترم الثاني براعم مبدعة، وقناتي للترمين معلم الرياضيات، وجروبي على الفيسبوك درسنا في بيتنا مجانا، ده بالإضافة لموقعي مبدعون. كل الروابط دي هتلاقيها في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. تدخل على موقعي مبدعون، هتلاقي الثلاث شرط إذا كنت على الموبايل، تضغط عليهم يتفتح معاك الصفوف، تختار الصف اللي انت عايزه والترم بتاعه، تضغط تتفرج على فيديوهات شرح ومراجعات، ده بالإضافة لكتب الوزارة والأدلة، تضغط عليها تدخل على الترم اللي انت عايزه، تختار الكتاب اللي انت عايزه أو الدليل اللي انت عايزه وتحمله، ده بالإضافة لمذكرات ومراجعات كتب خارجية ومراجعات تفيدك في الامتحانات. برضو ما تنسوش علامة الآي اللي بتظهر كل شوية، بتدي لك رابط من الروابط، لو ضغطت عليه تدخل عليه وتتفرج عليه، بالإضافة لصور شاشة النهاية الثلاثة اللي هيظهروا لك هنا، لو ضغطت على اللي انت عايزه منهم تدخل عليه وتتفرج عليه. وبكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع مفهومنا، وإلى اللقاء مع مفهوم تالي، مع أطيب تمنياتي بالنجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.